أما من قال إن الطلاق يكون بيد المرأة فهذا لا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم. فالقرآن يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ويقول عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويقول عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ويقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا فيما أظن خلاف إجماع المسلمين أن يكون الطلاق بيد المرأة. ومن ناحية العقلية المرأة ذات عاطفة سريعة وعقل ناقص، لو ترى رجلا أجمل من زوجها على قول جارت الزوج قالت طلاق بالثلاث طلقتك طلاقا بائنا لا رجعت فيه، لأن ترى هذا الرجل جميل، ولو يسيء الرجل إليها أدنى إساءة خلاص ترك بالطلاق الثلاث. فهذا شيء غريب يعني قلب الحقائق والعياذ بالله. نعم لو فرض أن هناك شروطا اشترطتها على الزوج ولم يفي بها فلا الفسخ، ولا نسميه طلاقا، نسميه فسخا لا يحسب من الطلاق ولا ينقص به عدد الطلاق. وأما